السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا تالت؟ اليوم رح ناخذ درسنا اللي هو في مادة التربية الإسلامية، درس 13، واسم درسنا سورة القارعة. سورة القارعة يا مس، رح نبلش مع بعض بقراءتها. اسمه رح أقرأ لكم إياها أول مرة، ثم رح أقرأها وتعيدوا من وراي عشان تعرفوا كيف اللفظ الصحيح لها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. صدق الله العظيم. رجعكم مرة نقرأ مع بعض يا مس. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. طيب مس، رح أرجع أقرأ أي آية وإنت رح ترجع تعيد من وراي، ماشي مس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. طيب صدق الله العظيم. رح نقرأ عنه هون، ألفظ جيدا، بحكي لنا كالفراش المبثوث، كالفراش المبثوث. اقرأوها يا مس. كالفراش المبثوث، كالفراش المبثوث، كالعهن المنفوش، كالعهن المنفوش. فأمه هاوية، فأمه هاوية. ما هي؟ ما هي؟ طيب يا مس، بعد ما قرأنا الاسم السورة وقرأنا اللفظ الجيد، نقرأها لفظ جيد، هل رح نتعلم مع بعضنا اللي هي معاني الكلمات اللي حاطين إياها. القارعة، يوم القيامة. بحكي لك هنا القارعة، ما القارعة؟ القارعة هو اسم من أسماء يوم القيامة. القارعة هو اسم من أسماء يوم القيامة. بحكي لك هنا القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يعني بحكي لك هنا ربنا إنه يوم القيامة، إنه بس حكاها أكثر من القارعة، يعني يوم القيامة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ إحنا قد ما إحنا نتصور إنه في عن إحنا بنعرف أشياء عن يوم القيامة، كيف ممكن نصير، كيف ممكن الحساب، نتخيل أشياء، لكن مستحيل توصل للخيال، توصل بخيالك لشو كيف شو حتكون في يوم القيامة، أو كيف حيكون ذاك اليوم. هيك وما أدراك ما القارعة، يعني ما رح تعرف كيف، ما رح تتخيل، ما رح تعرف كيف هي شكل يوم القيامة أو التفاصيل اللي رح تصير في يوم القيامة. كالعهن اللي هو إيش معناها؟ الصوف. بحكي لك هنا وتكون الجبال كالعهن المنفوش،
يعني بتكون الجبال هنا كالصوف، الصوف المنفوش، صح؟ الصوف بيكون لأن جشت نفشه بصير منفوش شكله، فبيحكي لك هون شبه يعني ربنا هنا شبه الجبال راح تصير شو كالعهن المنفوش اللي هي كالصوف المنفوش، اللي هو المنفوش معناها المتناثر، يعني اللي زي ما حكينا احنا نلف احنا الصوف بتكون متناثره، فبحكي لك هنا تكون الجبال كالعهن المنفوش يعني كالصوف المتناثر. هلا هنا فامه هاويه اللي هو مصيره الى النار، بهيك هنا فاما من ثقلت موازينه، اللي ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه، يعني ثقلت موازينها قصده عن مين؟ قصده عن الحسنات، لما تثقل موازينك في الحسنات فبتكون فهو في عيشه راضيه، راح تدخل ايش؟ تدخل الجنة إن شاء الله في عيشة راضية خالد فيها ما بتطلع منها أبدا. وأما من خفت موازينه، تمام، اللي بتكون حسناته أقل من بتكون حسنات أقل من سيئاته، فأمه هاوية، يعني شو يعني فأمه هاوية؟ يعني مصيره إلى النار. وما أدراك ما هي، وما أدراك ما هي النار وما هو العذاب؟ قد ما احنا تصورنا اذا احنا عندك النار اذا صابتك شوي صغيره بتنحرق وبتصير توجع اسبوع كامل، فما بالك النار الكبيره، الله يبعدنا عنها. طبعا بحكي لك هنا وما ادراك ما هي، نار حاميه، نار حاميه ملتهبه شد من شده، يعني النار راح تكون نار جهنم ملتهبه وشديده جدا، تمام. فاسمها هي تفسير الآية، طبعا ارجعوا اقرؤوها مع بعض وضلكم اسمها ضلكم اقرؤوها واحفظوها لأنها مهمة راح تكون داخل أكيد معاكم في الامتحان النهائي. فعليكم أنتم بطلب عليكم حفظها للآية أو للسورة كاملة. نرجع نقرأها كمان مرة آخر مرة عشان ضلكم متذكرين اللفظ. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. صدق الله العظيم. هيك نكون خلصنا درسنا اليوم، إن شاء الله المرة الجاية رح ناخد اللي هو من أسماء الله تعالى الرزاق إن شاء الله بإذن الله تعالى يوم الاثنين. يعطيكم ألف عافية وإلى اللقاء.